كل الشكر لبيدرو داماسينو، وشكرا ايضا لبيدرو دوارتي. مشاهدينا الكرام، في هذه اللحظات يصل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد ال نهيان راعي حفل الافتتاح بهذا الحفل الجميل لبطولة ابو ظبي العالمية لمحترفي الجيجيتسو في نسختها 14. متابعة شيقة. بسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد ال نهيان لحفل افتتاح النسخة 14 لبطولة أبو ظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو. Ladies and gentlemen, on behalf of all of you, we're honored to welcome His Highness Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan to the opening ceremony of the 14th edition of the Abu Dhabi World Professional Jiu-Jitsu Championship. ندعو جميع الحاضرين رجاء للوقوف لعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of the United Arab Emirates. شكرا لكم. Thank you very much. لقد تميز بمسيرة من ذهب على بساط الجوجيتسو ورفع علم دولة الإمارات على منصة تتويج أكبر البطولات في مختلف دول العالم. ندعو الآن بطل منتخب الإمارات الوطني للجوجيتسو فيصل الكتبي لإلقاء كلمة سعادة عبد المنعم الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو. He's a champion with a spectacular journey in jiu-jitsu, who raised victorious the UAE's flag in the biggest championships around the world. We'd like to call upon the UAE national team champion, Faisal Al-Kitbi, for the opening remarks on behalf of His Excellency Abdul Manem Al-Hashimi, chairman of the UAE Jiu-Jitsu Federation. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أصحاب المعالي والسعادة، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنيابة عن سعادة عبد المنعم الهاشمي رئيس اتحاد الإمارات للجيجيتسو، نتقدم باسمكم جميعاً باسم آيات الشكر والتقدير إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله، الداعم الأول للرياضة والرياضيين ورياضة الجيجيتسو بشكل خاص على المستويين المحلي والعالمي، وعلى رعاية سموه الكريمة لبطولة أبو ظبي العالمية لمحترفي الجيجيتسو على مدار 14 عاماً، والتي كانت أساس نجاحها وازدهارها. والشكر موصول أيضاً إلى صاحب السمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد لتشريفنا بحضوره وتشجيعه الدائم للرياضيين ومتابعة سموه المستمرة لمسيرة رياضة الجيجيتسو. الحضور الكريم، بعد يومين فقط من استضافة أبوظبي الاستثنائية لأكثر من 70 دولة توافدوا للتنافس على لقب بطولة العالم للجيجيتسو للعام الثالث على التوالي، ترحب عاصمة أبوظبي الجيجيتسو، ترحب عاصمة الجيجيتسو العالمية من جديد بأكثر من 5000 رياضي من 100 دولة حول العالم في أكبر وأرقى منافسة تجمع رياضي الجوجيتسو حول العالم. فأهلاً بكم جميعاً في دولة الإمارات وفي النسخة 14 من بطولة أبو ظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للبطل فيصل الكتبي. Many thanks to our UAE champion فيصل الكتبي. نبقى الآن حضورنا الكريم مع لوحة فنية تجسد حب الوطن والانتماء إليه. Ladies and gentlemen, now together we'll witness a performance that reflects the ideals of unity and belonging to our beloved nation, the UAE. أبوي أبوي، اليوم في المدرسة روانا فيلم عن تاريخ بلادي الإمارات، كيف كانت قبل وكيف استوت. وايد وايد تغيرت يا أبوي. هذا الوطن يا بنتي ما يعرف المستحيل. أسس أبونا زايد رحمة الله عليه وانتصر على تحديات كبيرة، وعلى نفس النهج مشوا عياله، واليوم يكمل مسيرتنا فخرنا ومجد بلادنا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الله يحفظه. الله يطول في عمره. فكر شيوخنا وخطواتهم كل يوم نتعلم منها شيء جديد. ايه يا بنتي، وعلى درب الخير رسموا لها الوطن سمعة ومكانة وقيمة خلدها التاريخ. يعني الإمارات هي التاريخ؟ نعم، الإمارات هي التاريخ وهي الحضارة وهي أمننا وسعادتنا والأمان. الإمارات يا بنتي علمتنا أن بالعلم والثقافة والعزيمة نواجه كل الصعوبات. أكيد يا بوي، نحن كل يوم نلون أحلامنا وخطواتنا بلوان علمنا اللي نفتيه برواحنا ويرفرف بطموحنا، ومثلنا كل قلوب العالم اللي تحب بلادنا وتزورها وتعيش فيها بأمان وسلام. مريم يا بنتي، ترى حتى اللي ما زار الإمارات يتمنى ويحلم إنه يشوف هالدار لا سمع طاريها. العالم بحب غنى
كل البطاريج غنى يغلى بلاد الأرض أول وتالي هويتك أرض وعلن لا تثنى للمستحيل يهدنا ولا نقالي. مريم تعالي تعالي نكمل الصفحة الثانية في قصة وطن الطموح. هالصفحة يا أبوي سطورها تتزين بإنجازات بلادي. أكيد أكيد، وفي كل سطر ينكتب إنجاز، إنجاز علمنا وكبرنا وألهمنا. ليش يا أبوي؟ لأنها يا بنتي إنجازات تنبع من فكر أساس الحكمة والإبداع والتسامح وأيضاً الإنسانية، ولأن صاحب هالفكر هو معلمنا وملهمنا وقائدنا بدروب النجاح. بيض الله وجهك يا بنتي. عيل سمعي سمعي كل حرف من اسمه شو يقول. الميم ميم المعاني، والحاء حلم الوطن، والميم المعالي والأمنيات، والدال دروب الخير. وبكل فخر يلهمنا اسم شيخنا أبو خالد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ربي حفظه. آمين يا رب، هو حاضرنا ومستقبلنا. وأبغي أقول لبوي محمد انته وطننا. انت وطن باسمك تزين بلادنا، انت الضياء والعز وانت طموحها، اسمك وعزمك يا Thank you.
أبشرك وصلنا صفحة جديدة في قصة بلادنا، وأكيد في هالصفحة بنكتب بصوت واحد، صوت الدار اللي على شواطيها رددنا القوافي، صوت الدار اللي صافحت قلوبنا حب وسعادة وأمان، الدار اللي علمتنا نتحدى المستحيل. والليلة بنتغنى في عطاها وهواها، وبنرسم أمانينا في سماها. الليلة بنكتب عنوانها للعالم اللي بيلتقي على أرضها، أرض الإبداع وفيها العالم يتوحد، وفي أبو ظبي تتلاقى أحلامه. أبو ظبي brings us together. One soul, one world.
حيوهم يا جماعه، حيوهم حيوهم، يستاهلون مراسم الافتتاح الرسمي لبطوله ابو ظبي العالميه لمحترفي الجوجيتسو.